الموسم. وهنالك لاعب ساقط على الأرض من فرقة المريخ وهو النيجيري الأصل السوداني الجنسية إيداهور، وهو احتكاك بين اللاعبين فيما يبدو. هنالك احتجاج كبير للجماهير المريخية وللاعبي المريخ باعتبار أن هنالك اعتداء تم على إيداهور. لا ندري ما الذي جرى، فيما يبدو إيداهور تعرض لإصابة بالغة، هل هي احتكاك أم شيء آخر؟ استدعاء من لاعبي المريخ لعربة الإسعاف المتواجدة داخل أرض الملعب. ماذا يحدث؟ لا ندري، ولكن الخبر الأكيد سيبين أكيد بعد لحظات من الآن. إيداهور ربما يكون قد تعرض إلى إصابة بالغة. زملاء اللاعب في حالة صعبة جدا حقيقة، فيما يبدو أن الإصابة بالغة. ماذا حدث لإيداهور؟ نتمنى أن يكون بخير هذا اللاعب. وأرض الملعب تعج بالكثيرين من اللاعبين والإداريين في آن واحد. وإيداهور هل كانت إصابته نتيجة اعتداء أم غير ذلك؟ لم تكن الكاميرا والصورة تحديدا مع منطقة الجزاء حيث وقع إيداهور. أتمنى بالتأكيد الشفاء العاجل لهذا اللاعب والنجم الخلوق أندراوس إيداهور. ومن خلال تعابير لاعبي المريخ وبعض الإداريين أن اللاعب تعرض لإصابة بالغة. لا ندري ما الذي يحدث. سيد جمال الوالي رئيس نادي المريخ في أرض الملعب، ومساعد الرئيس محمد عبد القادر همت أيضا في أرض الملعب. ونسأل الله السلامة لهذا اللاعب الخلوق إيداهور، لاعب قدم الكثير للكرة السودانية ولفريق المريخ. ولكن هنالك بعض التصرفات التي لا تقبل على الإطلاق. الجماهير متشنجة وهي قلقة بالتأكيد على نجمها الخلوق إيداهور هداف الفريق الأول، وعلى فكرة هذا اللاعب هو هداف لغاءات فريق المريخ والأمل العطبراوي برصيد 5 أهداف. إيداهور هو هداف هذه المباريات برصيد 5 أهداف. لاعب صاحب مجهود كبير وصاحب بصمة في مشوار المريخ هذا الموسم وفي المواسم الماضية، صاحب هدفين أو صاحب هدف في المباراة السابقة مباراة المريخ وسان جورج الإفريقية. وإيداهور يحمل على عربة الإسعاف إلى إسعاف هذا اللاعب. كل لاعبي الفريقين داخل أرض الملعب سواء كان البدلاء أو الأساسيين وعدد كبير من الإداريين قلقين جدا على حالة إيداهور. نتمنى له السلامة من خلال تعابير وجوه هؤلاء اللاعبين والإداريين داخل أرض الملعب. يبدو أن الإصابة بالغة، نسأل الله السلامة لإيداهور. وعربة الإسعاف تغادر الملعب الآن، وعلى الجميع داخل أرض الملعب بالتأكيد مغادرة أرض الملعب لاستكمال المباراة. ونحن نلعب على مشارف الدقيقة 15، إذن ربع ساعة مرت من عمر المباراة. عبد الكريم النفطي يزرف الدمع على زميل دربه إيداهور، أكثر من شهرين اللاعبين تزاملا مع المريخ فيصل العجب وهيثم طنبل. من تعابير وجههما تتضح لنا الرؤية أن إصابة إيداهور ليست الجميع الآن يغادرون أرض الملعب
الجميع الآن يغادرون أرض الملعب لاستكمال المباراة. يظهر أيضا اللاعب إبراهيم حسين اللاعب الدولي السابق أحد قادة فرقة المريخ سنوات خلت أيضا في أرض الملعب، والجماهير تحتج بشدة على ماذا لا ندري، ولكن لم توضح لنا الكاميرا ماذا دار في منطقة جزاء فرقة الأمل العضراوية، ولكن فيما يبدو حسب ما وصلتنا من معلومات حتى الآن أن هنالك احتكاك وقع بين اللاعبين إيضاهور وأحد لاعبي فرقة الأمل العضراوي. أيضا النيجيري أمينو من صفوف فريق الأمل يتعاطف مع زميله أندراوس إيضاهور. هذه هي الرياضة قبل أن تكون تنافس، هي أخلاق وقيم، ولا أحد بالتأكيد يقصد إيذاء الآخر بقدر ما يزعى الجميع من أجل تحقيق الفوز وبالطرق المشروعة حسب ما شرعت لوائح وقوانين كرة القدم. نتابع بالعرض البطيء ولكن لم نتابع الحالة بالتحديد. عبد الكريم النفطي نجم فريق المريخ القادم من النادي الصفاقسي التونسي هذا الموسم، محمد جعفر قريش سكرتير نادي المريخ أيضا متواجد في ملعب المباراة، والأجهزة الأمنية بالتأكيد تقوم بالسيطرة على كل الأحداث التي تحدث داخل ملعب المباراة، ومجلس إدارة المريخ بقيادة قريش وجمال محمد عمر يقومون بتهدئة هذه الجماهير الثائرة والغاضبة. بالتأكيد الحيرة ترتسم على محيا الإطار الفني للمريخ البرازيلي كاربوني ومساعديه وأيضا المترجم والكابتن هيثم طنبل نجم فريق المريخ وهداف منتخبنا الوطني. نتابع مشاهدينا الكرام أحداث هذه المباراة بعد ربع ساعة فقط من انطلاقتها. إصابة الناجيري أندراوس إيضاهور إصابة بالغة حمل على إسرها إلى المستشفى بواسطة عربة الإسعاف المتواجدة في ملعب استاد المريخ، وكاربوني هنا يتحدث مع مدير الكرة بفريق المريخ لأن هنالك اعتداء بالقوع تم على إيضاهور في منطقة حساسة. عانى إيضاهور على إسرها، ربما عانى من صعوبة في التنفس إيضاهور، وكاربوني يقول هل لم يراه حكم المباراة؟ وبالتأكيد حكم المباراة هو بشر لديه عينان فقط لا يستطيع أن يرى كل أرجاء الملعب. كان تحديدا وقت حكم المباراة يشير الوجود